اسبوع المدارس عليكي ها؟ تأمر انا جاهزه. يعني بتنظمين لي طلاب المدارس بشكل لائق ومرتب وبتعلميهم شويه اناشيد وطنيه خارج المدرسه. بالنسبه للاناشيد الوطنيه لا تحتفل، طلاب حافظين اكثر من 50 نشيد وبيصبتوا على كل المناسبات. عظيم. الشغله الثانيه اللي بدي الفت نظرك لها، ما بدي حدا من الاساتذه والانسات يفركها بما يخص الاحتفال، لانه بالعاده الاساتذه بيوصلوا الطلاب لساحه الاحتفال وبعدين بيكفوا مريض. كمان هالشغله محلوله استاذ، لاني وقعت كل الاساتذه والانسات على تعهدات خطيه بالحضور والمشاركه من اول الاحتفال لاخر، وكل واحد منهم بيتحمل مسؤوليه اليوم. عظيم جدا. وانت يا ابو صياد؟ مور معلم، باعتبارك شاعر المنطقة والخطيب السياسي بدي منك تجهز لي خطبة مطلطلة من كعبة وسط تخلي الناس تقوم ما تقعد تنط ما تحط، وبدي صوتك يلعلع على آخر الدنيا قد ما فينك تشعر اشعر وسيطر على العالم جعولك. ايش علي؟ ولا يهمكم سيدنا. انتبه على صوتك من هلا ها، اوعك تاخذ برد او تشرب شي بارد بعدين تنبح، وإذا في عندك شوية سكر نبات سفر لك كم سفر قبل الاحتفال بيكون أفضل. ولا يهمكم سيدنا، أنا صوتي بيعملوا ما خيبني وخصوصا بهيك مناسبات، بقى شو رأيكم تكتب لي هيك قصيدة ترحيب بالضيف الكبير؟ ما في مانع، بس تكون قصيرة ومختصرة، ما بدنا نملله لأول مصر. حاكم هذا خلقه براس مناخيره هيك قالوا لي، أصلا زيارته لضيعتنا كلها رفعتها. وأنت يا وضاح، بدي اياك تضبط لي ساحة الاحتفال، بدي اياها تكون كلها تحت سيطرتك. حاضر سيدي، بوعدكم انه انشر عناصري حوالين الساحة من الصبح. ما بكفي هيك، بدي تنبه عليهم يفتحوا عيونهم على الاخر، مو يلتهوا بالاحتفال والتسفيه وينسوا شغلهم، واهم شيء انهم ما يخلوا حدا يقرب من ابو النصر ولا باي شكل من الاشكال، ومين ما كان يكون، لانه معلومة بكره الناس بتتشاطر وتكوش حواليه. هذا اللي بده يسلم عليه، وهذا اللي بتحشي ورقه بجيبته، وهذا اللي بده يطلب منه طلب، وهذا اللي بده يتصور جنبه، الى اخره من هالسؤالات. فهالمظاهر هي كلها ما بدي اياها، ما بدنا نزعجوا للزلمه. حاضر سيدي، تؤمن. شو صار بالخطاب؟ اللافتات جاهزه ولا لسه؟ سيدي اللافتات جاهزه، بكره رح نبلش التعليم. عظيم جدا، معناها موعدنا بكره الصبح في الساحه، مشان نعمل ترتيباتنا النهائيه. وهلا تفضلوا، يعطيكم العافيه. السلام عليكم. السلام عليكم.